مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ معكم نعم من قناه نيمو. بهذا الفيديو انا راح اعلمكم كيف تنزلوا لعبه الكول اوف ديوتي وور زون باتل رويال اللي هلا نزلت من ساعتين وصارت متاحه للعب مجانا. انا هلا عم بحكي طريقه البي سي، البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس سهل كتير تنزيلهم. كل عليك انك انت تفوت على الستور الخاص فيك اللي موجود على البلاي ستيشن او الاكس بوكس، تعمل له داونلود وخلصت الحكايه. بالنسبه للبلاي ستيشن 4 ان شاء الله يكون ما الى بلاي ستيشن بلس، لحد الان ما حدا ذكر هذا الشيء انه له بلاي ستيشن بلس، فبتقدر تلعبها بلاي فور فري. فهلا رح اكون معكم بمقطع رح اعلمكم شلون بتنزل وور زون او لعبه كول اوف ديوتي الجديده الباتل رويال. فانت اذا اول مره عندك شاهد الفيديو على القناه، يا ريت تشترك وفعل زر الجرس، حط لايك للفيديو ليوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس، بتكون هيك دعمتني كثير. فاذا انت بتلعب فورتنايت شوف عندي الفيديوهات على القناه موجوده، شرح تحديات والتسريبات، واذا بتستخدم كود الايتم شوب بكون مشكور جدا لك يلي هو ظاهر امامكم بالشاشه مستر شرطة هيرو. فالله نشوف الطريقة كيف ننزل وورزون على البي سي. بالنسبة لمواصفات الوورزون للبي سي ظهر امامكم بالشاشة، يعني بدها شوي مواصفات شوي عالية مو كتير، يعني بدها كروت من الفئة المتوسطة مثل الجي تي اكس 1650 لحتى تشغل اللعبة بامكانيات حلوة بتنبسط تستمتع فيها. في معلومة صغيرة بدي احكيها، انه انت بتقدر تلعب اللعبة مع ناس بتلعبها على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس، يعني فيها هي الميزة اللعبة من اول ما نزلت، ومساحة اللعبة من 80 جيجا ل 100 جيجا. فهلا رح لكم كيف بتنزلوها وكيف تنزلوا اللانشر اللي هو ظاهر امامكم بالصورة. اول شيء اللي بتحتاجه لحتى انت تنزل اللعبة على البي سي تبعك، تفوت على المتصفح الخاص فيك وتحط هذا الرابط اللي انا حاطه تحت بالديسكريبشن بالوصف يلي هو لموقع بليزت الخاص بهذا الموقع. هذا الموقع اول ما تفوت على هذا الرابط اللي انا حاطه تحت بالوصف بيعمل لك هون داونلود فور ويندوز، انت بتنزل لانشر او مشغل مثل لعبه فورتنايت ولعبه ببجي ستيم اللي هي بتحتاج مشغل او لانشر يعني. فانت بمجرد ما انك تعمل داونلود فور ويندوز بيطلع امامك هاي الصوره، بتعبي فيها الخانات اللي انت بتعمل فيها ايميل. سهل كتير الايميل، كلياتنا بنعرف نعمل ايميل، بتحط ايميل جيميل وبتحط اسمك وبتحط باسورد وهالقصص هي، وبيطلبوا منك مشان ما يصير فيك مثلي، بيطلبوا منك اللي هو اسمك باللعبه، ما بيطلبوه هون، بيطلبوه باللانشر لما انت تفوت على اللانشر. بعد ما انت نزلت داونلود فور ويندوز بينزل عندك اللانشر، انا عندي نزلته مثل مظاهر امامكم تحت، انا هيك هلا نزلته، بيطلع لك الواجهه بيطلب منك انه انت تحط كلمه السر وتحط الايميل اللي انت عملته لما طلبت تنزيل اللانشر. وبعد ما تعمل كل هالقصص هي بتفوت على اللانشر، واجهه اللانشر ظاهره امامكم اللي هو بليزرد، بتلاقيها اول وحده بتفوت على كول اوف ديوتي ام دبليو يعني مودرن وورفير، بتلاقيها ظاهره امامكم بالبلاي فور فري. كل اللي عليك انك انت بتكبس بلاي فور فري وهيك بتخلص. وبالنسبه للاسم تبعك باللعبه اللي هو يعني مثل ما نحن بنقول عليه النيك نيم تبعك، هذا الشيء بيطلبوه منك لما انت تحط الايميل تبعك، بيقولوا لك شو هو اللي انت بدك تختاره ليكون ظاهر لاصدقائك واسمك بهي اللعبه. يلي بيحب يضيفني ونلعب بكره مع بعض ان شاء الله يوم الاربعاء، عبين ما نزل اللعبه انه مساحتها شوي عاليه. فبس هذا هو مقطعنا اليوم، سهل كتير وبسيط تنزيلها وما بدها شيء. فانت اذا اول مره عندك شايف فيديو على القناه، يا ريت تشترك فعل زر الجرس، حط لايك للفيديو مشان يوصل لاكبر عدد من الناس. واللي بيلعب فورتنايت ما ينساني بكود الايتم شوب اللي هو مستر شرطة هيرو. راح اترككم مع جيم بلاي بسيط للعبة تشوفوا كيف اللعبة قبل ما تنزلوها. This is Falcon 3-0. Good copy. UAV beginning flyover. Oh, what a shot! Okay, well, fair enough, dude. He literally headshot me. Oh, fuck. Get away now. Just survive now. I'm gonna gulag. That was an insane shot right on his part. Turn to the front line, but if you lose, you're done here. Sort them out or capture them. Are you kidding me? Looking a little worse for wear. One shot it from that far? Okay, dude. Not over yet. Your team can still buy your release. I beamed them. They were so weak. I'm moving. I got
got my scar. Yes, man. Oh, there's a loadout drop down there. That's probably pretty risky, though. Got gas inbound. Safe zone relocated. I mean, we could try scooping it. I have a smoke grenade in my loadout. We'll be big chilling if we get this. Put an armor plate on as well. You're missing one. Let's wait for Joel later then, I think. Oh my gosh. I'm gonna check this house. We need money, dude. There's no like contracts anywhere around here either. Circle isn't even in yet. Okay, well. Can you put in the armor while you're in the car? I like that. I could go for this assassination mission. Oh, dude, these guys are good too. That's Korean Savage. We pop UAV here soon. Friendly UAV on station. All right. Enemy here. Did you tag him up? Crazy. Woo. Okay, do not fight in the gas. It's slow, but it kills. There you go. Bible thing? There's a fight right there. Safe zone. We should try to go to a viable zone. Let's go, baby! Oh my! Woo! Oh, what a match, dude! My heart. What's that? I have some VR footage now. Thank you. Wow, first game I got to play. In memoriam, dude. Look, you get a little obituary of everything.